السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول همسة من البرنامج الجديد همس القوافي. في هذا البرنامج نهمس لكم بعيون الأدب والشعر والفصاحة والبيان، ونستضيف في هذا البرنامج أقلاما أدبية شابة وواعدة في سماء الشعر، نحاورها ونناقشها ونسامرها. ويسرني أن تكون استضافة هذا البرنامج في فعاليات المعرض الدولي للكتاب، ومنه نصور هذه الحلقة. وضيفي في هذا العدد شاب جاءنا من أقصى الشرق الجزائري، من مدينة بئر العاتر، من مواليد سنة 1993، طالب سنة الخامسة رياضيات بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة بالجزائر العاصمة. شارك في العديد من الأمسيات الشعرية والوطنية والمحلية ونال العديد من الجوائز. نشرت له قصائده العديد من الجرائد والمجلات، له ديوان شعري مطبوع بعنوان سحب من الورق المقوى. دعوني أرحب بالأستاذ الشاب أسامة أرزاقية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سألتني الأخت الكريمة مرة: من أي قوم جئتنا يا شاعري؟ فأجبتها: مفوه متأصل من آل جدي من بطون العاتري. تحية إلى أمي الكريمة، تحية إلى أهل الشعر والأدب، تحية إليكم أستاذي الكريم. سعيد جدا بوجودي بينكم، سعيد جدا بأن ألتقي بكم على ضفاف القوافي والقصيدة تحت ظلال البوح النقي والشفيف. شكرا، بارك الله فيك. أخذت مقطعا من مقاطعك الجميلة التي أسعدتني كثيرا، حين قلت: أسد وفي أرضي كبرت أسامة، لم أخش وزر ملامة وندامة، وزأرت أوقظ كل شبل يرتجي من أمتن الأحبال حبل كرامة، من عاب أنيابي قطعت لسانه كحدود سيف أو كحدود سيف بل أشد صرامة. عشت الوفي أو عشت الوفية فلا أبدل كلمتي، والحزم في عيني خير علامة. وعلمت أن العيش في سبح الهوى طيش، وعاقبة الحياة قيامة، وظنون أعدائي ضلالة حاسد، ما ظل ظني ناصعا كحمامة. والقلب لم يخلق لينبض خائفا، والليث حاشا أن يكون نعامة. هل هذه نرجسية أم ثقة بالنفس أم شخصية قوية؟ بينهم في ثلاثة. يعني الشاعر ربما رونقه يكون في نرجسيته، ثقة بالنفس لأن العربي لا يكون إلا حينما يكون واثقا بنفسه، شخصية قوية هي التي تجعلك تفرض نفسك في المجتمع. جميل جدا، ولكن دعني أقول لك أن البيت الأخير: والقلب لم يخلق لينبض خائفا، والليث حاشا أن يكون نعامة، هذا بيت شعري جميل جميل ورائق. دعني أقول لك وأبشرك أنه لو كتب لك إن شاء الله أن يكون أدبك منتشرا واسمك على كل سيرة ولسان، أن يكون هذا البيت مثلا يضرب. ودعوني أقول مثلا: هذا مثال من كلام أسامة، الليث حاشا أن يكون نعامة، فأصبح بيت شعري هذا. وممكن أن أقولك وإذا سمحت بأن أحور متنه: والذئب أيضا لن يكون حمامة. ماذا ستسمعنا هذه الليلة؟ قصيدة بعنوان جلالة الجندي، كتبتها بعد تفجيرات العيد التي راح ضحيتها ضحية غدر الإرهاب الغاشم جنودنا الأبطال في جبال عين الدفلة. جميل جدا، إذن جلالة الشاعر تفضل. ألقى مخاوفه وشغل مدفعه، يدنو إليه مطولا كي يسمعه، ناي هدية أخته لزواجه، وقلادة من أمه غنت معه، من مئذنات العز تشرق دعوة: قوموا فأبواب الجهاد مشرعة، في التل
في التل أعلى قمة ستهابه، والسفح أعرض عن خطاه فركعه، ورصاصه كالشيخ يقرئ أمردا حتى تعوذ من سواه وشيعه. الله. سرب من الأقدار طيب ظنه، ونسى احتمال الموت ثم توقعه. ماذا يقول؟ يقول أنف شامخ ويرفرف العلم الشريف ليرفعه. سيسير كل طريقه متدبرا، لا يكسر الفخار حتى يجمعه. من طينه يبني جزائره التي، وإذا تهاوى البرج عاد ليصنعه. الله. لو كنت تعلم كيف يبرأ جرحه، لا تسأل الجراح واسأل مبضعه. قل ضابط ومجند في حلفه، نور الملائك والصفوف مشعشعة. سيموت في إسلامه ويكنه، لو أرغموه على الهلال لينزعه. لا خائف من موته ومبشر، الله. تتلى الشهادة والرصاصة مسرعة. 70 يشفع فيهم بيمينه، وإذا القرار أتى يحرك أصبعه. بين انبعاث وانبعاث آخر تقف الحياة فخورة لتودعه. الله، جميل جدا. ما هذه الترانيم القدسية؟ يعني في الكتابة ألحظ قوة وجزالة في الألفاظ. من أين يعني من أين اكتسبت هذه الألفاظ والجزالة في اللغة؟ يعني ألفاظ الجزالة ربما لتعلق الشديد وانبهاري في ثقافة الشعر الجاهلي، ربما قد يعود ذلك لهذا. يعني أيضا لتعمق المستمر في اللغة العربية، قراءتي معظم المعلقات الشعرية وقراءة شعراء العصر الأموي، شعراء العصر العباسي. جميل جدا. دعني أعود إلى السيرة الذاتية التي تكلمت عنها آنفا، واستوقفتني في الحقيقة عندها بعض المحطات. المحطة الأولى وهي مسقط رأسك، بئر العاتر، هذه المدينة الولادة بالشعراء والأدباء والفنانين. ممكن أن نشبهها أيضا بأنها ولادة بنت المستكفي في شعرها وفصاحتها وبيانها. ماذا يمكن أن تحدثنا عن هذه المدينة المعطاء؟ بئر العاتر المدينة المظلومة تستحق أن تنصف في هذا الزمن بعد الاستقلال. بئر العاتر مدينة الكرم والجود والأصالة، مدينة أول إنسان فكر في التاريخ، مدينة الحضارة العاتيرية قبل أن تكون هناك حضارة في أي بقعة من بقاع الأرض. مدينة الإنسان الذي يعبر، مدينة الشعراء. يمكن أن نعتبر كل ولاية أنها تبحث عن فخر حينما تنجب شاعرا واحدا في كل 10 سنين وعشرين سنة، لكن بئر العاتر تنجب شاعرا في كل عائلة. الله. ولذلك هي مدينة البلاغة والفصاحة. الله، جميل جدا ما قلت. ويسعدني أن أزورها يوما، ربما تغدق علينا ببعض الشعر والفن والأدب. قلت أيضا، أو الملاحظة الثانية أو المحطة الثانية التي استوقفتني، أنك أستاذ أو طالب بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، وأنت على أبواب التخرج كأستاذ في الرياضيات. ما علاقة الرياضيات مع الأدب؟ ونحن نلاحظ ربما هذه الثنائية التي قلما يجمعها أستاذ أو شخص أو يعني طالب علم يعني في هذا المجال. يتفق كثير من النقاد أن الشعر كلام موزون، ويتفقون أيضا أن الشعر صورة. وهنا يمكن أن نربط بين الرياضيات وبين الأدب. الصورة هي إبداع الشاعر حينما يأتي بصورة بعيدة عن المتلقي. كذلك الرياضياتية، والإنسان باحث في مجال الرياضيات ويستنبط النظريات، يستنبط براهين التي لا تتأتى لإنسان سطحي في الرياضيات. جميل. و المحطة الثالثة والتي يعني بعدها ننتقل إلى المقطع الموالي بما تتحفنا به إن شاء الله، وهو أنك قد صنفت أو كتبت ديوانا شعريا هو الآن تحت الطبع وربما يكون قد صدر. كيف جاءتك هذه الفكرة، فكرة طباعة ديوانك الشعري أو مولودك الأول؟ ديواني الشعري سحب من الورق المقوى، ربما هو انتصار نفسي بالدرجة الأولى قبل أن يكون أي شيء، لكنه أيضا
ربما رذوخ لطلب عديد من الأصدقاء، تكريم لأمي التي طالما حلمت بأن أكتب ونشر هذا الديوان. أتذكر أن أمي ذات مرة لما كتبت شبه ما يشبه قصيدة عن الجزائر أعطتني فوق قطعة حلوى وكافأتني وقالت أتمنى أن تكتب كتابا ذات يوم وتنشره إن شاء الله. إذن ممكن أن تهدي سلامك وإهدائك لأمك بهذه المناسبة الطيبة. قصيدة إلى أمي. تفضل. إلى كل الأمهات، ولو أنو أن الأم يعني مخلوق قصيدة تمشي على الأرض وننصفها إذا كتبنا فيها مليون قصيدة، أحاول أن أجملها ببعض الكلمات. إلى وجه أمي، إلى وجه أمي تحج حروفي ويحب فؤادي وتدنو خطوفي. إلى وجه أمي تحج حروفي ويحب فؤادي وتدنو خطوفي، ويدعو القصيد على صدرها بها كعبتي يا حروف فطوفي. وأمشي إليها فتمشي إلي، وفي مشيتي أتناسى ظروفي، وأنزل كالطالبين حماها فتمسح عني عناء الضيوف. وفي قلب أمي يؤجج نبضي ويشرق حب عصي الكسوف، ويغمد شوق أسال دموعي ويركن حزني لأعلى الرفوف. الله الله. لراحة أمي أصابع عطف حنانيك أمي بتلك الكفوف. ومبسم أمي إذا عانقتني لا أنقى وأنصع من غزل صوفي. وضحكت أمي دروس حياتي وكراستي كتبي وصفوفي. من أجل أمي أؤجل موتي وأحيا لأنسى رهاب الحتوف. ومن صبرها أشعل الكون حربا وأشهد منها حدود سيوفي. لكل فصيل هوى ضائقون، لكل فصيل هوى ضائقون، وحب الأمومة أرقى الصفوف. فحب من الوالدات عيونا ستشتاقهن غداة الصروف. فعود لهن وبر بهن بصوت ذلول وقول رؤوف. الله الله الله. من أجل أمي أؤجل موتي. هل تعلم يا أسامة أنه لولا القدر لألغت أمك الموت وبقت بجانبك لتحتضنك؟ ولهذا أنا أدعوك أن تغير من القصيدة وأن تجعل بدل التأجيل الإلغاء، حتى يعني تعطي أو تكافئ أمك بما تستحق. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. الأخ أسامة، كيف تصنف شعرك؟ أنا أصنف شعري في مجال شعري كثير ما يميل إلى الرمزية عادة. ربما شعري يتطرق لمواضيع كالوطن، كالوفاء، كالأصدقاء، المرأة يعني أيضا بشكل معمق. وشعر أعتبر أن شعري يعني أداة لتبليغ رسالة، تبليغ رسالة الأمة العربية لتبليغ رسالة الأمة الجزائرية والإسلامية. جميل. حدثتني أو أسريت لي مرة أن لك علاقة بالمدرسة الكعبية، بماذا تحدثني عن هذه المدرسة؟ طبعا يعني أكيد المدرسة الكعبية مدرسة الشعر الملتزم، المدرسة التي أطلقها وأسس لها الشاعر الجزائري الكبير محمد جربوعة، انضمها إليها عديد الشعراء الشباب والشعراء أيضا التي لديهم تجربة وخبرة كبيرة في مجال الكتابة الشعرية. مدرسة كعب بن زهير الذي ألقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كعبته يا بردته. المدرسة التي تتميز بالالتزام في الكتابة وعدم تطرق إلى المواضيع الفاضحة، تتميز بالرسالة والأمانة التي تحملها على عاتقها في حماية هذه الأمة وتنويرها وإرشادها. هل الشاعر يولد شاعرا؟ في معظم الوقت، في غالب الوقت الشاعر يولد. هل تؤمن أنت بهذه المقولة أن الشاعر يولد شاعرا؟ نعم. أم أن الأمر مكتسب؟
نعم، في غالب الأحيان الشاعر يولد شاعر، الشاعر ابن البيئة التي تصنعه، منذ ولادته يصير شاعرا. يمكن هناك بعض الشعراء الذين تصنعهم اللحظة، تصنعهم النكبة الفلسطينية مثلا، تصنعهم الثورة الجزائرية، يصنعهم إرهاب وداعش. وماذا يمكن أن تقول لي في هذا البيت الشعري؟ والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. نعم، الشعر خال من الذكرى، خال من العاطفة، إذن هو فخالي من الصورة، يبقى الشاعر مجرد نظم بهذا الشكل. جميل جدا. وعلى رأي العقاد عندما يقول أن الشعر إما حياة أو سلعة، هل تفهم شيئا أو يمكن أن تقول لنا شيئا بين هذا، يعني في هذه المقاربة التي أتى بها العقاد؟ يمكن أن أرد ببيت للشاعر المصري أحمد بخيت الشاعري الكبير حينما يقول: أصغي إلى صمت الشهيد وهو يقول لي أن الكتابة حالة استشهاد، الاستشهاد من أجل أن نعيش حياة كريمة، ليس أن يكون الشعر مجرد مضغة، مجرد شعير، أكرمكم الله. هل تتكلف الشعر؟ أم أنك من أصحاب المقولة التي تقول أن الشعر لابد أن يأتي طبيعيا كأشجار الأوراق، وإذا لم يأتي بهذه الطريقة فخير له أن لا يأتي؟ شخصيا يعني أنا أحترم الشعر، لا أكتب الشعر في المناسبات أبدا، ولا أكتب حينما يطلب مني أن أكتب. أنا نرجسي بعض الشيء في الكتابات، أكتب إلا حينما تكون حالة نفسية مواتية. جميل. وهل يغادرك بعض المرات شيطان الشعر فتنتظره أن يأتي فلا يأتي؟ نعم، مرات أسبوع، شهر، شهرين يغادرني شيطان الشعر ولا يعود، حتى أترجاه وأيضا لا يعود. طيب، وبما أنك رياضي، يعني تخصصك رياضيات، هل ترى أن الشعر علم دقيق يشبه الرياضيات؟ ليس دقيقا، يعني الشعر ربما أحيانا الشاعر يكتب بيتا وهو يقصد به شيئا، لكن القارئ والقارئ الآخر يفهمون شيئا آخر. الشعر يكمن جماليته في تأويل القارئ أحيانا، ربما بيت واحد كما قلت لك يحمل ألف معنى في صدور القارئين، ولكنك تقصد به معنى واحد. ذلك يعني هو ليس علما دقيق، هو علم واسع ويعتمد على الخيال بصفة كبيرة جدا. أريد أن أدخل معك في نقاش آخر بهذه المقولة التي تقول أن على الكاتب النثر أن يتنحى إذا كتب الشاعر. نعم، قصيدة واحدة قد تعادل كتابا وقد تعادل رواية، قصيدة واحدة عصماء قد تعادل كتابة رواية، وتعادل كتابة قصة قصيرة وطويلة ومسرحية. جميل جدا. الإعلام أو الشعر في القديم كان هو تقريبا هو الإعلام في عصرنا الحاضر. مثلا كان الشعر هو ما ربما رفع قبيلة وخفض قبيلة أخرى، والأمثلة معروفة في التاريخ، مثلا أهجى بيت قالته العرب وهو بيت جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فمحى هذه القبيلة قبيلة بني نمير، حتى أصبح الإنسان أو الشخص الذي يعني من هذه القبيلة يستحي أن يذكر أنه من بني نمير. وكان في البداية ربما مثلا كلمة نمير كلمة معظم كلماتها أو معظم حروفها مستفالة، يا رقيقة مرققة، نمير، إلا الراء عندما جاءت يعني جاء قبلها ياء فكذلك يعني رققت. ولكن النميري عندما كان يقال له من أين بأي قبيلة أنت فيقول أنا من ممير، يعني يتنمر ويضع رأسه يعني في الخلف. ولكن بعد هذا البيت الذي قاله جرير أصبح يعني يتوارى ولا يحب أن ينسب نفسه إلى هذه القبيلة. وبالعكس كذلك قبيلة بني أنف الناقة عندما رفعها في الفرزدق عندما قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، وهل يسوى بأنف الناقة الذنبة؟ فالشعر له رسالة قوية وقوية جدا. هل تعي ذلك يا أسامة؟ نعم، الشعر لسان حال العائلة، لسان حال المجتمع، لسان حال الدولة، لسان حال الأمة ككل.
حينما قال امرؤ القيس وكان يتفاخر إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، لم يقلها عبثا هكذا، كان يحاول أن يفاخر بقومه وبقبيلته بين سائر القبائل الأخرى، وإن كان يعني الشعر في غرض الفخر المبالغ فيه كثيرا شيئا من الجاهلية الأولى، لكنه يبقى ذو دلالة وذو جبلية كبيرة. جميل جدا. ماذا يمثل لك هذا اليوم 21 مارس 1999؟ هل عندك معلومة حول هذا التاريخ؟ 21 مارس 1999. لا طيب، هو ببساطة اليوم العالمي للشعر. هذه للمعلومة يعني. موقف طريف وقع لك، وننتقل مباشرة إلى المقطع الثالث من مقطوعاتك التي أتيتنا بها. موقف طريف، ربما في بداية دراساتي في السنة الأولى في المدرسة العليا للأساتذة، بحكم اختلاف اللهجات دخلت إلى المدرج لما كان الأستاذ يلقي المحاضرة، وقلت بصوت مرتفع إحدى الكلمات التي لا نعدها عيبا في مجتمعنا العاتري، لكنها بكل بساطة كانت عيبا في مجتمعات الغرب، فالتفت إلي الأستاذ وكاد أن يطردني من المدرسة ويحيلني على مستأديب. جميل جدا. إذا بماذا ستتحفنا الآن؟ هي قراءة في حال الأمة العربية، قراءة في وجه عربي بلا روح، كتبتها تأثرا بتفجيرات التونسية في رمضان السابق. تفضل. قراءة في وجه عربي بلا روح، تعرى غصننا والريح شتى، فمن أي الخرائط قد نبتا، تعرى غصننا والريح شتى، فمن أي الخرائط قد نبتا، وكيف عرفت أنك لم تظلل، جهات الأرض قد أصبحن ستا، بأي هدى، بقرآن كريم، أم الصلوات في إنجيل متى، تشرد في بلادك يا بلادا، ركبنا موجها لما تعتا، ولما حل جوع في قرانا، مضغنا شرعنا قاتا وقتا، وأين وجدت مقتولا لماذا، أحاط بك الطغاة وما التفتا، وأسألك الحقيقة، أسألك الحقيقة لا سواها، بأي بنادق كلما سكتا، أعرني يا صديقي بعض وقت لأفهم ما جرى ولما استمتا، أيعقل أننا عزنا إماما، فأفتى داعش فينا وبتا، وفصل من خطايانا حروبا على قدر النوايا قد تأتى، أراك شبيه قهر مستبد، ومن طين الردى قد نحتا، أراك مضرجا وبلا دماء، يكفنك السلام وأنت متا، وفي سفر الشهادة، وفي سفر الشهادة ألف لولا، وفي صدر العروبة ألف حتى، يواريك الغياب بلا صلاة، لأنك قد نسفت وكنت فتى، سرقت من الشوارع ذات حلم، ولم تكمل إذا سرقوا سأتى. الله الله، حتى واحدة حتحتة العلماء كما قيل عند النحاة، وأنت أتيت لنا بألف حتى، كان لنا الله يا أسامة. في الأخير أريد أن تجيبني في بعض الجمل القصيرة عن هذه الكلمات. الحداثة في الشعر مجرد فقاعة، سحب من الورق المقوى، حلم جميل تحقق، همس القوافي، برنامج رائع أتمنى له أن يتواصل، قناة الأنيس، قناة مبادرة وحداثية بشكل كبير أتمنى لها أن تخدم الأمة الإسلامية. شكرا أسامة، بارك الله فيك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد، في العدد القادم نهمس لكم همسة جديدة من همس القوافي.